تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وصبحكم الله بالنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد أستاذ حسني البلاونة، في التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل. وأيضا مستمعينا الأعزاء، وخلال هذا البرنامج نحب أن نذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نأخذ مستمعينا الأعزاء فقرة التغذية، بنأخذ معاكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. دراسة صادمة تكشف ما تفعله المضادات الحيوية بصحة الأطفال. كشفت دراسة طبية حديثة حول تقديم المضادات الحيوية للأطفال حين يصابون بأي مرض عن عواقب وخيمة على صحة الأطفال. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة جي ام سي بيدياتريك المختصة في طب الأطفال، فإن الأطفال الذين يكثرون من تناول المضادات الحيوية هم وهم صغار معرضون بشكل أكبر ليصابوا بالحساس من الطعام، فضلا عن مرض الربو أيضا. وأوضح الباحثون أن الإكثار من المضادات الحيوية أيضا ليس حلا لمساعدة الأطفال على اجتياز اضطراباتهم الصحية، وتبعا لذلك يوصي الأطباء بالتقليل من المضادات الحيوية لا سيما حين يصاب الطفل بمرض بسيط مثل نزلة البرد، لأن هذا التقليل من الدواء مفيد للجسم على المدى البعيد وفقا لموقع سكاي نيوز. أما الآن مستمعين الأعزاء، ومع الأطعمة التي تساعد على الوقاية مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. الله يحييك أستاذة ريهام، فنسمع منك إن شاء الله الأطعمة التي تساعد على الوقاية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا عن الأطعمة اللي بتساعد على التقليل أو الوقاية من التهاب المسالك البولية. في عدة نقاط لازم نركز عليها. طبعا في حال الإصابة يجب مراجعة الطبيب، يعني لأنه بيوصف لنا الدواء أو العلاج المناسب. هاي في حال الإصابة بهاي الالتهابات أو التهابات المسالك البولية، وأغلب اللي بنصابوا فيها بيكونوا النساء أكثر من الرجال، يعني وكمان النساء الحوامل ممكن أو مرضى السكر بالإضافة للأطفال. في بعض الأغذية ممكن تساعد على الوقاية منها من هاي الالتهابات. كبداية شرب كمية كافية من السوائل، وأظن ما في أفضل من يعني السائل الأفضل اللي هو الماء. لازم نشرب كمية كافية من الماء حسب احتياجات الجسم، تختلف الاحتياجات من حسب العمر، من يعني الأطفال احتياجاتهم للسوائل بتكون يعني مختلفة عن البالغين، فلازم ناخذ كمية كافية من السوائل بما لا يقل يعني تقريبا عن 8 أكواب من الماء بالإضافة للسوائل الأخرى. نعم. حتى نخلي الجسم في حالة هايدريشن، يعني يكون الجسم مرطب. نتناول الماء بيساعد على ترطيب الجسم، وبيعمل زي فلاشينج اوت او تنظيف او شطف للجسم من البكتيريا اللي بتسبب الالتهاب المسالك البوليه. صحيح. ايضا عصير التوت البري الغير محلل، الانسويتند كرانبيري جوس، عصير التوت البري، يعني وجدت الدراسات انه بالاضافه لاحتوائه على مواد مضاده للاكسده اللي بتزيد من مناعه الجسم، وبالتالي بتساعد الجسم على محاربه الامراض، تمنع ايضا نمو البكتيريا، وبتمنع التصاقها في جدار المثانة. فلما تمنع التصاقها بنكون نوعا ما حمينا جدار المثانة أو المسالك البولية من التكاثر أو نمو هاي البكتيريا. أيضا الأغذية العالية بفيتامين سي، ممكن زي الحمضيات زي الفلفل بأنواعه،
بتزيد من حموضة البول، فبالتالي ما بتكون البيئة مناسبة لنموها النوع من البكتيريا، فبالتالي بنقلل من نموها وتواجدها في منطقة جدار المثانة. أيضا من النصائح الغذائية اللي هي الألبان الغنية بالبروبيوتيك أو اللي بتكون مدعمة في البكتيريا المفيدة أو الخمائر المفيدة، زي الألبان مثلا اللي بتكون مضيوف لها هاي الخمائر، بتقلل من نمو البكتيريا الضارة اللي بتسبب هاي الالتهابات، وبتزيد من البكتيريا الجيدة اللي بتساعد في زيادة مناعة الجسم. من بعض النقاط أيضا البروكولي بيحتوي على فيتامين سي، أو بصورة عامة الخضار الورقية الغنية بفيتامين سي. فيتامين سي عبارة عن يعني كمضاد أكسدة، وبيزيد من مناعة الجسم، فبالتالي بيخفف من تعرض الجسم للالتهابات اللي من ضمنها التهابات المسالك البولية. في نقطة كمان أيضا الثوم، ممكن نأخذها على شكل حبوب بس بنقطع قطع صغيرة، الثوم العادي، حتى نعزز من امتصاصه في الجسم، بيساعد أيضا على تطهير الجسم. وبعيد بأكد على شرب كمية كافية من الماء في فترات الصيف، حتى نخلي الجسم مرطب يكون هايدريتد، نخلص الجسم. كل ما شربنا كمية ماء أكبر، كل ما كان كمية البول أو حجم البول أكثر، فبالتالي بننظف أو بنشطف المثانة من البكتيريا اللي بتكون اللي بتسبب هالنوع من الالتهابات. نعم. هاي بصورة مختصرة ممكن الأغذية أو الممارسات الغذائية اللي ممكن نمارسها حتى نقلل من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية. شكرا أستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. العفو. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بيكون معانا اليوم الدكتور سهيل عبدالله، ركن استشاري طب الأعصاب والجلطة الدماغية في مستشفى راشد، وأيضا رئيس لجنة أخلاقيات الأبحاث الطبية، وبنتكلم معاه إن شاء الله اليوم حديثنا عن أهمية ودور لجنة أخلاقيات الأبحاث الطبية بهيئة الصحة بدبي، والمزيد حول هذا الموضوع مستمعين الأعزاء بعد الفاصل، خلكم معانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعين الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأهمية ودور لجنة أخلاقيات الأبحاث الطبية بهيئة الصحة بدبي، أو لهيئة الصحة بدبي، اهتماما كبيرا للأبحاث العلمية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الطبي على مستوى العالم، بهدف مواكبة هذا التطور والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية في تصميم البرامج العلاجية القائمة على البحث والعلم والمعرفة. وضمن جهود هيئة الصحة بدبي في هذا الاتجاه، بادرت في وقت مبكر بتشكيل لجنة أخلاقيات الأبحاث الطبية في دبي برئاسة الدكتور سهيل عبدالله، الركن استشاري طب الأعصاب والجلطة الدماغية في مستشفى راشد. مستمعين الأعزاء، للتعرف على مهام وأهداف وإنجازات هذه اللجنة، يشرفنا دائما ويسعدنا أيضا اليوم أن يكون معنا عبر الهاتف رئيس اللجنة دكتور سهيل عبد الله الركن. صباح الخير دكتور سهيل. ويا مرحبا اخويا. مرحبا دكتور، صبحك الله بالخير والنور والعافيه. امين يا رب العالمين وجميع المستمعين. الله يحييك دكتور، انا دائما سعيد جدا الحقيقه يعني الحديث معك، ونشكركم الصراحه على يعني خدماتكم المتميزه ومبادراتكم الجميله بهيئه الصحه بدبي. جزاك الله خير، هذا واجبنا اخي الكريم. جزاك الله خير استاذ عبد الله. الله يحييك دكتور، لو تعطينا فكرة عامة عن لجنة أخلاقيات البحث العلمي في دبي في هيئة الصحة بدبي، وأهمية تشكيل هذه اللجنة والأهداف والمهام التي تسعى إليها.
أبشر، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة أخي الكريم. تعتبر لجنة الأخلاقيات الطبية على مستوى العالم هي من ركائز البحث العلمي الحديث، حيث تم اعتمادها من قبل المراكز البحثية والمستشفيات المتخصصة على مستوى العالم. فإذا أردت أن تعرف قيمة البحث العلمي في أي مؤسسة علمية أو طبية، تشوف إذا لديها لجنة بحثية فعالة في هذا المجال. أهم أهداف لجنة الأبحاث الطبية في كمعيار عام هو الحفاظ على المعايير الأخلاقية أثناء إجراء البحوث الطبية أو السريرية. كما تعمل اللجنة على تسهيل فهم مبدأ الأبحاث العلمية ومراجعتها وتصميمها ومنهجية وتحليل هذه الأبحاث، مما يوفر الوقت على كثير من الباحثين خاصة في منطقتنا العربية لنشر أبحاثهم وتطوير البحث العلمي. نعم. تعتمد طبعا كما هو متعارف أهم القيم التي تحافظ عليها لجنة الأخلاق البحثية هي 6 قيم أستاذ الكريم. نعم. أول قيمة اللي هي نركز عليها استقلالية الذاتية للمريض. يعني يوم أنت تريد تعمل بحث طبي، المريض يجب أن تكون له استقلالية تامة في الموافقة والرفض على المشاركة في هذا البحث. صحيح. حيث لوحظ قبل الحرب العالمية الثانية أن كانت في دول تجري الأبحاث الطبية على البشر من غير علم المريض أنه داخل في بحث طبي، فيتعرض لأنواع من العلاجات أو الأشعة والمريض جاهل لهذا الأمر. فكانت هذه إحدى القيم أو المعايير الرئيسية، استقلالية ذاتية للمريض. ومن ذلك أيضا احنا نسميها عدم الإيذاء، ان المريض الهدف الرئيسي للبحث العلمي مو باجراء البحث على المريض، وانما ايضا منع حدوث الايذاء. فاذا كان يغلب على الظن لدى اللجنه ان هذا البحث سوف يسبب ضرر مباشر للمريض، فيتم التحفظ على هذا البحث حتى يتم مراجعته. ومن الامور المهمه ايضا اخي الفاضل اللي هي المعامله الحسنه من قبل الباحث والاهتماء بالمريض. فإذا تم مراجعة البحث وتم بشكل واضح أو شكل في عدم وضوح إن المريض سوف تكون معاملته أو الشخص اللي داخل في هذه الدراسة بطريقة غير أخلاقية ومهنية، يتم الاعتراض على هذا البحث. اللجنة حقيقة تكون بعد اعتماد هذه الأبحاث سنويا نعتمد بين 150 إلى 180 بحث على مستوى إمارة دبي، يتم مراجعتها بشكل دوري سنوي، تقارير تأتينا مرتين في السنة عن هذه الأبحاث، وذلك لحفظ حقوق المرضى الصحية والطبية بهذه الخصوص. نعم دكتور سهيل، يعني من خلال الحديث معك، يعني عدد البحوث ما شاء الله 180 بشكل سنوي، يعني ما هي الجهات لو يعني تحدثنا اللي يتم فيها، سواء الجهات يعني العالمية الطبية أو حتى المجلات العلمية الطبية اللي يتم فيها نشر مثل هاي البحوث والأوراق اللي تعتمد من قبلكم؟ جميل جدا. طبعا اللجنة مشرفة على جميع المراكز الطبية والصحية على مستوى إمارة دبي. نعم. تعتمد الأبحاث في القطاع الحكومي والخاص. أهم الميادين الأبحاث إذا ممكن نجملها في 5 ميادين رئيسية أغلبية الأبحاث تركز عليها، رقم 1 أبحاث الصحة النفسية، رقم 2 أبحاث السكر وأمراض القلب، رقم 3 أبحاث السرطان على مستوى الإمارة، رقم 4 أبحاث الأمراض الوبائية خاصة في الفترة الأخيرة فيروس كوفيد والجائحة اللي موجودة. نعم. ورقم 5 اللي هي أبحاث كبار السن. طبعا الباحثين لدينا ما شاء الله أغلبية المجلات العالمية المعتمدة والمحكمة يتم نشر الأبحاث فيها، كما لدينا أيضا مجلة جائزة حمدان بن راشد ومجلة هيئة الصحة الطبية المحكمات، أيضا يتم نشر الأبحاث الطبية في هالمجلتين أيضا. نعم دكتور، طبعا مثل ما تحدث بأن اللجنة هاي يعني هناك أعضاء موجودين وهناك أيضا مهام مختلفة لكل عضو موجود في هاي اللجنة، لو تحدثنا دكتور عن المنهجية التي يعني تعمل أو تتبناها هاي اللجنة.
طبعا لتشكيل لجان الاخلاقيات البحثيه في معايير خاصه ان الاعضاء يكونون 5 اعضاء فما فوق. الاعضاء مشكلين من اخصائيين في المجال الطبي، عاده يكونون اطباء. طبعا هذا يلزم اللجنه ان يكون فيها عضو غير تابع للمؤسسه اللي تابع التي تعمل فيها اللجنه، لإعطاء حق عام للمجتمع أن يكون له رقابة. أيضا من أعضاء اللجنة لازم يكون شخص غير علمي، يعني ما يكون طبيب أو لديه خلفية صحية، وهذا شيء مهم. مرات المستمعين يستغربون كيف يدخلون واحد مش له في المجال، هو لا، هذا لكي يعطي حرية كاملة أنه يمثل المجتمع أو الأفراد العاديين في المجتمع، فتعرض أي الأبحاث يشوفه أن أنا يمكن أنا كطبيب يكون عندي إحنا نسميها بايس أو حب للبحث العلمي، فممكن نمشي بعض الأبحاث، ولكن وجود عضو غير باحث أو غير مهني في هذا المجال يعطي استقلالية للجنة. أيضا من أعضاء اللجنة لازم يكون أشخاص باحثين أو علماء في مجال الأبحاث، فهذا أيضا يزيد من قيمة اللجنة من ناحية علمية. طبعا الحمد لله تعتبر لجنة الأبحاث على مستوى دبي هي أول لجنة على مستوى دولة الإمارات يتم اعتمادها من قبل المنظم الأمريكي للأبحاث السريرية، فهذا مسجل لديهم، فهذا يعتبر أحد الكريدت أو القيمة المضافة لهذه اللجنة. أيضا أخي الكريم، فإذا كان في أبحاث على مستوى العالم في مراحلها الأولية السريرية، هذه ما تقام إلا في مراكز أو منشآت صحية لديها مثل هذا الاعتماد، فوجود هذا الاعتماد في إمارة دبي يساعدنا على القيام بمثل هذه الأبحاث مع المراكز البحثية على مستوى العالم. نعم. أيضا دكتور سهيل، يعني من المعروف بأن دائما يعني البحوث والدراسات تساهم دائما في تطوير يعني الخدمات والتصميم أيضا البرامج والاستراتيجيات الطبية على مستوى العالم في المؤسسات الصحية. لو تحدثنا دكتور على مستوى مثلا هيئة الصحة بدبي أو في الإمارات، كيف تخدم يعني هاي البحوث والدراسات في موضوع وضع الاستراتيجيات الصحية وتصميم البرامج العلاجية المستقبلية؟ صحيح. طبعا أي دولة لتطورها تحتاج إلى أرقام وخبرات علمية تزود صاحب متخذ القرار بالقرارات السليمة. فمن الأشياء اللي تم بحثها خلال السنوات الماضية هو وجود مشاكل مرض السكر وارتفاع الضغط على مستوى الدولة، حيث تم تزويد متخذ القرار على مستوى الإمارة والدولة بالأرقام والإحصائيات، مما ترتب على هذا اتخاذ قرارات متعددة في كيفية إنشاء مراكز متخصصة في هذا المجال. صحيح. الأمراض المختلفة، رقم 2 توفير العلاجات الجديدة، رقم 3 كيفية محاربة البدانة لدى الأطفال في المدارس مما يساهم في تقليل الإصابة مثل هذه الأمراض. من الأشياء اللي لاحظناها أيضا فيها تغير أن في فترة التسعينات تم عمل فحوصات جينية كثيرة لأمراض كانت منتشرة في المجتمع مثل مرض السكل سل اللي هي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، وتم اتخاذ القرار بإنشاء مركز متخصص في الثلاسيميا وأمراض الدم مما حد من تطور هذه الأمراض في المجتمع. فهذا دليل واضح على أن وجود الأبحاث هذه تساعد متخذ القرار في اتخاذ الإجراءات الصحيحة. نعم. أيضا دكتور، يعني ذكرتني من خلال حديثك بافتتاح يعني مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، أيضا يعني تم يعني الاستفادة من البحوث يعني الدراسات التي تم اعتمادها من قبلكم على أساس أن تشكيل أو افتتاح مركز متخصص متكامل للمرضى المصابين بداء السكري، على أساس أن تكون هناك في منهجية متكاملة للعلاج، وأكيد طبعا تم الاستفادة من الدلالات والبحوث اللي تم اعتمادها من قبلكم.
طبعا يعني انت اعطيت مثال لمركز اعتبره انا رائد على مستوى الدوله والاماره، هو مركز دبي للسكري. يعتبر هذا المركز غير انه مركز متخصص، مركز بحثي من الدرجه الاولى، فجميع المرضى على مستوى الدوله اللي يراجعون هذا المركز داخلين في برامج بحثيه تطويريه في تشخيص السكر، كيف يتم التعامل مع مضاعفات مرض السكر، احدث الادويه اللي تنزل اخي عبد الله او اللي في مجال البحث العلمي. هذا المركز يقوم بالمساهمة في الدراسات البحثية، فتحقيق هذه الرؤية وهي مجال التخصص والرقيب الأبحاث الطبية، مركز دبي للسكر يعتبر رائد فيها. نعم دكتور، لو نتحدث معك عن الإنجازات والخطط المستقبلية اللي يعني تنظروا لها من خلال اللجنة. نعم، اللجنة من خلال استراتيجية هيئة الصحة بدبي وضعت هدف رئيسي، وهو تدريب كفاءات مواطنة على مجال الأبحاث السريرية والمختبرية. فيوجد برنامج لدى الهيئة لدعم الكفاءات المواطنة والشابة في مجال الأبحاث الطبية. رقم 2، تم اعتماد جائزة للأبحاث الطبية لأفضل باحث وأفضل بحث وأفضل مجموعة بحثية على مستوى هيئة الصحة، وتعتبر هذه الجائزة رائدة حقيقة. نعم. يتم من خلال رئيس هيئة الصحة معالي حميد القطامي بالتكريم سنويا لهؤلاء الباحثين. كما تهدف اللجنة حاليا أخي الكريم على صياغة برنامج متكامل يساعد الباحثين على تصميم فكرة البحث، السؤال اللي يبحثونه، والتعاون مع الجامعات المختلفة، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تفاهم بين الجامعات المحلية أو العالمية في مجال الأبحاث الطبية. نعم دكتور سهيل الركن استشاري طب الأعصاب والجلطة الدماغية في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي، وأيضا رئيس لجنة أخلاقيات الأبحاث الطبية، شكرا لك دكتور، يعطيكم ألف عافية على جهودكم الحقيقة الجبارة في هذا الموضوع. شكرا جزيلا. الله يرضى عليك، يا مرحبا أخي الكريم. شكرا. مستمعين الأعزاء، أذكركم بالاستفادة من الخدمات المتميزة والرائدة في هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وخدمة دوائي أيضا، وخدمة الواتساب. وأيضا نذكركم بموضوع التبرع بالدم تحت عنوان قطرة الدم تنقذ حياة إنسان. جميع هذه الخدمات بإمكانكم التواصل على الرقم الموحد والمجاني لهيئة الصحة بدبي على 800-342. بناخذ مستمعينا الأعزاء فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع الخدمات الذكية بمركز دبي، أو مركز عفوا ند الحمر الصحي بهيئة الصحة بدبي، ومع الدكتورة عفراء أهلي. وبعد الفاصل خلكم معنا مستمعين الأعزاء. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعين الأعزاء، ومن خلال هذا البرنامج نستقبل آراءكم وملاحظاتكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الرقم 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. والخدمات الذكية بمركز ند الحمر الصحي، يقدم مركز ند الحمر الصحي التابع لهيئة الصحة بدبي حزمة من خدماته الذكية المتعددة للمرضى، والتي تلبي احتياجات وتوقعات أفراد المجتمع المحلي من مختلف الفئات العمرية. اليوم نتحدث عن خدمات الذكية التي يقدمها مركز ند الحمر الصحي للمرضى، والجهود التي يقدمها لتحقيق سعادة ورضا المتعاملين بشكل عام. معنا اليوم الدكتورة عفراء أهلي، اختصاصية طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي. صباح الخير دكتورة عفراء. دكتورة عفراء صباح الخير. أهلين، صباح النور. هلا، مرحبا دكتورة، كيف حالك؟
الله يسلمك، شو أخباركم؟ الله يبارك فيك. طبعا دكتورة يعني مركز ند الحمر الصحي تابع لهيئة الصحة بدبي، من المراكز يعني تابع للرعاية الصحية الأولية، ومركز يعني متميز في خدماته الحقيقة. نتكلم معاك اليوم دكتورة وتعرفين في البداية على الخدمات الذكية اللي يقدمها مركز ند الحمر الصحي بشكل عام للمتعاملين. تمام. طبعا مثل ما الكل عارف ان خلال فتره جائحه كورونا تم التعرف على خدمات كنا نوفرها سابقا ولكن مثل ما يقولون كانت غير مشهوره، صارت الحين مشهورة. من اقوى الخدمات اللي كانت موجوده عندنا هي خدمه طبيب لكل مواطن. نعم. كيف نحن ممكن نستغل هذه الخدمه او كيف نستخدمها؟ بكل سهوله طبعا نتصل على اما الرقم المجاني اللي هو 800 DHA 342. نعم. أو عن طريق تطبيق هيئة الصحة DHA. بمجرد ما أنت تدخل داخل التطبيق تضغط على خدمة طبيب لكل مواطن، تطلع لك كل التعليمات اللي أنت تحتاجها، بتختار لك الموعد مع الطبيب اللي أنت تختاره باختيارك. في وقت الموعد راح تتواصل مع الطبيب، تشرح له المشكلة اللي أنت كنت تعاني منها، الطبيب حجزها بيوجهك للعمل المناسب بعدها. أما أنك أنت بتاخذ الحل خلال المقابلة هذه، أو راح يقول لك أنا ما أقدر أساعدك، أنت محتاج تشوف طبيب وجها لوجه يقيم حالتك ويعطيك النصيحة اللي أنت تحتاجها. نعم. من خلال الخدمة هذه أيضا ممكن نتوصل إلى خدمة ثانية اللي هي اسمها خدمة دوائي، وأكثر الناس المستفيدين منها هم أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط، السكر، الكوليسترول، ممكن بعد الناس اللي يشتكون من مشاكل مع الغدة الدرقية، ممكن الناس اللي عندهم مشاكل معدل. بمجرد ما هم يدخلون التطبيق أو عن طريق خدمة طبيب لكل مواطن، يعبون الاستبيان ويكتبون الأدوية اللي هم يحتاجونها والأدوية توصلهم إلى بيوتهم. نعم دكتورة، طبعا مثل ما ذكرتي يعني أهمية خدمة طبيب لكل مواطن التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، إضافة إلى أن يعني خدمة من الخدمات المميزة والمبتكرة تم إطلاقها يعني من هيئة الصحة بدبي، أيضا الخدمة هاي متوفرة مستمعينا الأعزاء على مدار الساعة، يعني بإمكانهم مثل ما ذكرتي دكتورة يعني أن يتصلون على الرقم 800342 أو تطبيق هيئة الصحة DHA على مدار الساعة، ومثل ما ذكرتي بأن يعني الخدمة مجانية والخدمة يعني استشارات طبية على مدار الساعة. وأيضا اللي يميز دكتورة عفرة الخدمة الطبيب لكل مواطن أنه مربوط أيضا ببرنامج آخر ومبادرة أخرى أطلقتها هيئة الصحة بدبي اللي هي يعني خدمة دوائي، بإمكانهم مثل ما ذكرتي يعني متعاملين هيئة الصحة سواء يعني أمراض مزمنة أو مراجعين لهيئة الصحة بإمكانهم التواصل وأيضا حصولهم على الأدوية إلى منازلهم بشكل طبعا مثل ما ذكرنا قبل مع صيدلاني، ويتم فيه شرح يعني جميع الاستفسارات اللي يحتاجها الشخص. بالضبط. نعم دكتورة، لو نتحدث في مركز ند الحمر هناك بعض الخدمات المتميزة الحقيقة اللي يقدمها المركز لأصحاب الهمم، لو تحدثين عن هذا الجانب. طبعا انت عارف ان اصحاب الهمم هم من احد اولوياتنا وكذلك كبار المواطنين. نعم. فبس بمجرد انا كطبيب او موظف الاستقبال يشوف اي شخص من اصحاب الهمم او كبار المواطنين، نحن نسارع نوصلهم، ناخذ بطايقهم من عند الاستقبال، نسجلهم، نقدم لهم الطلبات اللي هم محتاجينها. بمعنى معظمهم يجون حق الادويه، فانا كشخص أو كطبيب أخاف على صحة الشخص هذا، ما أخليه يدخل العيادة إلا إذا فعلا كان محتاج لها، وأحاول أني أخلص له اللي يبغي بمجرد دخوله. يعني أنا ما بخليه ينتظر في طابور طويل إنه إذا كان موجود كان وقت الزحمة، أخليه يسجل قبل الكل، له أولوية أن الدكتور يشوفه. فهذه واحدة من الأشياء اللي نحن نسويها في العيادة خلال هاي الفترة بالذات، لأن نعرف أن مناعتهم طبعا أكيد تكون أقل عن مناعة أي شخص ما يعاني من أي مشاكل صحية. صحيح. ومن الأشياء الثانية بعد نحن نوفر لهم الخدمات المنزلية. طبعا كل عيادة توفر هاي الخدمة للكاتمنت أريا مالتها، بمعنى مثلا نحن ند الحمر نوفر الخدمة هذه حق سكان منطقة الورقة، سكان منطقة مردف، سكان منطقة الراشدية وند الحمر. نعم. مثلا الخوانيج توفرها لسكان منطقة الخوانيج وهالمجرى طبعا لبقية العيادات.
ففي بعض الناس اللي قدموا أو عبوا الاستبيان هذا أو عبوا الفورم وخلينا الطبيب المناوب يشوف كل احتياجات الشخص هذا، الممرضة اللي هي مختصة بالمنازل خدمة المنازل تتواصل معهم تحدد الموعد فيتم لهم زيارة الطبيب مع تمريض عشان نشوف احتياجاتهم من مختبرات مثلا، من أدوية هم يحتاجونها أو أي كان. نعم دكتورة عفرا، طبعا يعني هيئة الصحة بدبي تولي يعني اهتمام الحقيقة كبير جدا لفئة يعني سواء أصحاب الهمم متعاملينها بأصحاب الهمم أو حتى الكبار المواطنين، وأيضا هناك طبعا يعني تواصل مستمر من قبلكم أنتم من المراكز الصحية للمتعاملين اللي هم أصحاب الهمم المواطنين عفوا. فلو تحدثينا دكتورة عن الخدمات هاي اللي تم تقديمها من قبلكم لكبار المواطنين، ما هي الخدمات اللي يعني من خلالكم يتم تقديمها إلى المنازل؟ طبعا أنت كل شيء ممكن من إحنا نقدمه في العيادة أنا أقدر أوصل لكبار المواطنين. نعم. نفس الخدمة للبيت. في عندنا نحن مثل ما أنتم عارفين عيادة كبار السن، طبعا يمكن خلال هذه الفترة عيادات كبار السن داخل العيادات سكرت لأن نحن كنا محتاجين الأطباء في أشياء ثانية ضرورية ومهمة، ولكن كان في تواصل من الأطباء هذه بشكل مستمر عن طريق الهاتف مع المريض. نحن مثلا أنا أعطيك مثال، كان أمس عندنا زيارة منزلية، زيارات منزلية لعدد من المرضى اللي كانوا يحتاجونها. نعم. صرنا لهم من البيت شفنا احتياجاتهم، بس في كل مرة يكون في حدود، بمعنى مثلا إذا كان في شيء مرض مستفحل أو مرض يحتاج فيه أن الشخص يروح للصواريخ، هاي الخدمة أنا ما أقدر أقدمها، ولكن في المقابل أنا أقدر أفحص المريض، أقدر أشوفه، أقيم حالته وأودها. وصارت معنا كثير. نعم. مع التوجيه طبعاً ممكن نحن نتواصل مع خدمات الإسعاف، نبعث المريض للمستشفى، نتواصل مع المستشفى في أي وقت. من الأشياء اللي أنا قلت لك عنها مثلاً في ناس عندهم إعاقات مثلاً بدنية تمنعهم منهم يجون العيادات، هذا الناس نحن نقدر نسيرهم لين البيت، أقيم حالته، أشوف شو اللي يحتاجه في نفس الوقت، أكتب لي إياه ونتواصل مع خدمة الدوائي يوصلون لهم الدواء للبيت والأغراض للبيت. في بعض الأحيان الشخص هذا يحتاج لبعض فحوصات الدم مثلاً، وأنت بكرامة ممكن فحوصات أخرى لمثلاً فحوصات البول والخروج وما إلى ذلك، هذه كلها أنا أقدر أشيلها معاي في بوكسات أو في علب خاصة في المختبرات، ناخذ الفحص في نفس الوقت وأبعثه بشكل مباشر إلى مختبر العيادة نفسها. من تطلع النتائج نشوفها، نحدد كل يحتاج المريض، نتواصل معهم أما عن طريق الهاتف أو في زيارة منزلية أخرى وأخبره بكل اللي يحتاجه. نعم دكتورة، طبعا أنت تكلمتي عن موضوع الاستفادة أو الخدمة، خدمة طبيب لكل مواطن وأيضا خدمة دوائي. لو نتكلم شوي بشكل تفصيلي عن خدمة توصيل الأدوية للمنازل، من الخدمات اللي يعني وفرها المركز للمرضى والمراجعين بشكل عام، وأيضا نتحدث عن هاي الخدمة وكيفية الاستفادة منها، من هم الفئة اللي مستفيدين من خدمة توصيل الأدوية للمنازل؟ حاليا الجميع مستفيد، يعني اذا يعني مريض سكر او تواصل مع مريض سكر كان حاب ياخذ ادويته، في مثل ما انا قلت لك فورم احنا نعديه، بس المريض يخبرني انا شو اللي يحتاجه، طالما ان الادويه تكون فعاله او موجوده داخل نظام هيئه الصحه الطبيب يرجع يكتب لي اياها مثلا خلال 3 إلى 6 شهور على اساس انه يتم تعبئه ادويه المريض هذه، وطبعا توصل له خلال 3 إلى 5 أيام عمل إلى عتبة بيتهم من غير أي شيء، يعني هو ما يحتاج يسوي شيء، بس من الأشياء المهمة أنه هو يكون خلال الكاتمنت أريا للعيادة، مثلا نبذ الحمام مثلا أنا قلت لك عدد من المناطق اللي نحن نغطيها. نعم. إذا اتصل فيني مريض من منطقة نبذ الحمار أعبي له الفورم وأحاول أني أبعث لي لين البيت، هي خدمة جدا سهلة ما تحتاج أي شيء، بس اللي المريض يسوي أنه يوفر لي مكان منطقته، يبعث لي رقم مكاني اللي يكون دائما مثل ما انتم عارفين موجود على عند الباب. نعم. يعطيني الرقم هذا نحطه في الفورم ونبعث لهم الادويه.
صحيح. دكتورة عفرة، إذا يعني كلمة أخيرة أو نصيحة تحبين توجهينها لمتعاملين المركز بالاستفادة من الخدمات الذكية اللي يقدمها مركز ند الحمر الصحي. شوف، نحن تيم كامل متكامل، نحاول نسعد مرضانا، نساعدهم بكل اللي نقدر عليه. أبدا ما نرفض وجود أي مريض في العيادة، ولكن نحن كأطباء نخاف عليهم، فإذا في شيء هم يحتاجونه ونستطيع نساعدهم عن طريق خدمات الطبيب لكل مواطن، فالأفضل أنهم يستغلونها. هذه خدمة جدا ذكية، تستخدمها وأنت جالس في البيت وأنت في المكتب أو أي مكان كنت فيه. صحيح. ما تحتاج أي وقت معين، بل أنت تختار الوقت اللي أنت تبغيه. في حالات معينة مثل ما أنا قلت لك اللي هي تستدعي أنك أنت تقابل الطبيب وجها لوجه، الطبيب أكيد راح يرشدك لهذا الموضوع ويقول لك أنت راح تشوفه، ولكن نحن لازلنا كنا ولا زلنا نرحب بمرضانا. صحيح. دكتورة عفرة أهلي، اختصاصية طب الأسرة بمركز ند الحمر الصحي، شكرا لك الحقيقة، وشكرا لخدماتكم المتميزة في مركز ند الحمر واهتمامكم البالغ للمتعاملين، وأيضا بشكل مستمر يعني يعني دائما في تطور ودائما في خدمات يعني جيدة وخدمات ممتازة اللي هي ترفع من سعادة وتوقعات أفراد المجتمع. شكرا جزيلا. شكرا لكم. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأذكركم أيضا بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أيضا أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. في النهاية أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، إلى أن نلتقي معكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت. تقبلوا تحياتي واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.